التحدي الأول بين شهير وسارة وكريم ونورهان. والآن نبدأ تحدي الأزواج مع سعيد كمين. أهلا بكم في تحدي جديد من تحديات القاهرة والناس. انتوا عارفين انتوا جايين ليه النهارده؟ بنعرف. جايين نلعب. جايين تلعبوا؟ وجايين ولا جايين تكسبوا؟ جايين نكسب. جايين نكسب طبعا. طب انتوا عارفين يا كريم ويا نوران انتوا هنا النهارده عشان تكسبوا ايه؟ طب ما تيجوا نشوف. جايزة تحدي الأزواج مقدمة من إنرشيا للتنمية العقارية. الجايزة وحدة سكنية في واحد من مشاريعها العملاقة. والفايز بالتحدي كل اللي عليه انه يختار بين جولز القاهرة بطريق مصر اسكندرية الصحراوي، واللي بيتميز بموقعه الاستراتيجي بتصميماته المعمارية الفريدة ونظم الإضاءة والتهوية الطبيعية، وده كله وسط المساحات الخضراء الشاسعة، أو جفيرة الساحل الشمالي، وده واحد من أشهر المشاريع في الساحل الشمالي وأكبر مشروعات إنرشيا على شاطئ البحر المتوسط بطول 2.4 كيلومتر. تم تجهيزه بشكل يناسب المعيشة طول السنة، يعني في جفيرة هتعيش حياتك كلها علشان هنوفر لك الخدمة الطبية والتعليمية وكمان الرياضية، ومنطقة الداون تاون فيها مطاعم ومحلات، ده غير الفنادق السياحية. في إنرشيا حياتك أحلى وخدمات موجودة وسهلة. لأول مرة في مصر والوطن العربي وعلى شاشات التلفزيون بنبتدي تحدي كبير، تحدي بيوصل لحلم، والحلم معانا ممكن يتحقق. أهلا وسهلا بيكم في أول مواسم تحدي الأزواج على القاهرة والناس. وطبعا زي ما شفنا التحدي آخره شقة. في تحدي الأزواج 16 فريق بيتنافسوا للفوز بشقة العمر. تعالوا نبتدي التحدي بالمجموعة الأولى ونتعرف على أول متنافسين معانا الليلة دي. المجموعة الأولى بتضم شهير وسارة، حسين ونور، كريم ونورهان، إسلام ويمنى. وتحدي الليلة دين كريم ونورهان وشهير وسارة. هاي أنا كريم. هاي أنا نورهان. إحنا مبسوطين قوي إن إحنا بنشارك في البرنامج النهاردة، وإن شاء الله نكسب، وأتمنى يبقى الأمور بسيطة وسهلة ونقدر نكسب إن شاء الله. قولي احنا انا مخدوده شويه بس ان شاء الله هنكسب النهارده وكده. تمام اوكي. معلش احنا اول مره قدام كاميرا فانا بعتذر لك. معلش لا كنت فاكره ان انت هتغششوني. مخدوده شويه بس مبسوطه ان انا معاكم وان شاء الله نكسب النهارده. انا اسمي شهير. انا اسمي ساره. انا متحمس جدا، يعني انا في الاول كنت جاي متحمس مينلي علشان انه في فرصه ان نكسب شقه، هو ده طبعا لسه هو ده سبب الحماس يعني، بس بعد ما جينا وابتدينا وكده الموضوع نفسه شكله هيبقى اكسبيرينس لذيذه، ومتحمس جدا ان انا اجربها. فكره ان انا لابس سويت شيرت عليها اسمي وحاسس ان انا شخصيه مهمه بقى وفي حاجات كده، دي حاجه محمساني جدا يعني، بس لسه الشقه هي اكتر حاجه محمساني. انا اول ما جيت طبعا اتخضيت جدا من كميه الانوار اللي بصت عليا، وبسطة هنا دخلنا ولقينا لينا أوضة وليها اللي هي المراية اللي حاليها أنوار وحط لي ميك اب وعملت شعري، حسيت إن يعني مشهورة. واضح يا جماعة إن الفرقتين جايين ومستعدين وعينيهم على الشقة. والشاليه. والشاليه. شقة ولا شاليه؟ شقة ولا شاليه؟ الاثنين. طيب خلونا نتعرف من فريق شهير وسارة إحساسهم إيه أول ما دخلوا البرنامج؟ هو إحنا بصراحة في الأول ما كناش فاهمين حاجة، يعني داخلين كده مخضوضين شوية. طب دلوقتي فاهم؟ لسه برضه الحمد لله. لسه. لا أنت مش شايف غير الشقة. لا باين فعليه. ولسه مخضوضين على فكرة. طيب ممكن نعرف العزول اللي أنتوا اخترتوه وهتدوله؟ استنى خليك معايا شهير. ركز معايا. العزول دوت هيبقى في ايده درجات كتيره، يا يدخلكوا الشقه يا ما يدخلها لكمش. سامع يا عزول؟ انا ادخلكوا الاثنين. دينا صاحبه مين في الاصل؟ دينا اختي. اخته. دينا اختك؟ اه. اوكي. جايه بمزاجك ولا؟ لا ده انا اللي قلت له يجيبها. بجد؟ اه. تعرفي كل حاجه عنهم؟
عارفه كل حاجه كل حاجه كل للاسف حاجة. ربنا يستر للاسف وشاليه كل حاجه. طيب كريم ونورهان ايه احساسكم في اول حلقه من حلقات خايفين ومغضوضين شويه بس الموضوع بالنسبه لنا لذيذ واكسبيرينس جديده ف هي نفس المشاعر اكسايتد كده اكسايتد بس هنفك الدنيا أكيد. وهنمشي على طول ان شاء الله. طيب ممكن نتعرف على عزوكم النهارده؟ عبد الله ما نعرفوش. عبد الله صاحبي وهو زي اخويا بالظبط. هو اللي عرفكم على بعض ولا ايه؟ لا لا احنا عرفنا بعض الاول في شغل وبعد كده بقينا اكتر من اخوات. طيب يعرف كل حاجه شويه هيتسأل اسئله عننا ممكن لكن عن نور مش عارف لسه. علوم هنشوف ويا رب ان شاء الله يساعدكم. طيب استاذن الهواني مشرفوني هنا. يلا خدي بالك انت بس. انتوا قلقانين ليه؟ لا خالص. يا قلقانه لما بعدتي عنه. ما تقدرش. ايه يا نوران؟ ازيك؟ انت عامله ايه؟ تمام. وطبعا يا هوانم الضربات اللي في حياتنا كتير بس اهمهم ضربه البدايه. ركزوا بقى كلكم معايا. معاك. التحدي بتاعنا بيبتدي بضربه البدايه، ثلاث اسئله، السؤال الاول والثاني بخمس نقط، والسؤال الثالث ب 15 نقطة وده عند العزول اللي انتوا اخترتوه. يلا نبتدي مع بعض أول تحدي. جاهزين. الضربة الأولى. أكمل المثل التالي. اللي بيته من إزاز. ما يحدفش الناس بالطوب. خمس درجات. صراحة أنا خايف عليك تروحي هناك. طب شو عايزي شوي؟ عادي أنا خايف عليك تروحي هناك. طب يبقى حطي إيدي يا حلوة البيضيات دي عايزة تكمل معايا. طيب أنتوا كده خلصتوا وبعتوا لي الرجالة بتاعتكم بقى أتصرف معاهم. الحمد لله. تسقيف يا جماعة تسقيف. ارجع إيدك ورا إيدك ورا. شهير. أيوه. في هنا خمسة وهنا في هنا صفر. لا لا لا. عندك فرصة تعوض. لا لا ولا صفر ولا حاجة. أوكي. تمام. مسامحها؟ لا تمام. انت يا عم يا بختك انت ذاكرت شكلك جايب لها مدرس في البيت. انا اللي ذاكرت لها. جاهزين؟ جاهزين. الضربه الثانيه. الافيش اللي هيظهر ده بتاع فيلم ايه؟ اسف على الازعاج. اجابه مظبوطه. بصي بقى انقذك. بص انت لو رحت هناك بقى شكلك هتنضف البيت النهارده. طيب دلوقتي تقدروا ترجعوا اماكنكم وتبعتوا لي كل واحد يبعت لي العزول بتاعه. لا زغروطه كده وخديه في حضنك ده عوضه. بصوا بقى لازم تبقوا عارفين ان انتوا جايين على دنيا مظبوطه. والسؤال ده ب 15 نقطة، كل واحد في ايده 15 نقطة، ركز معايا أنت بتبص فين يا عبد الله؟ بشوف بس 15 نقطة، ماشي؟ يا إما هتروحي معاهم يا إما هيسيبوكي هنا ويكلبشوكوا، ماشي؟ جاهزين؟ جاهز. الضربة الثالثة. خليك معايا أنت باصص فين؟ أنا بشوف أنا جاي. عايز تغش أنت يا عبد الله. مين اللي قال الإفيه ده ومسرحية إيه؟ رمضان بطيخة بقى أبو نامور. العيال كبرت. طب مين اللي قال؟ سعيد صالح. مظبوطة. طب خلاص نقط زيادة بقى على سعيد صالح. أنا بقول خليك واقف جنبي عشان ال 15 اللي راحوا دول. دلوقتي السكور 20 شهير وسارة، 5 كريم ونورهان. يا ترى الفرق دي هتعمل ايه؟ ده اللي هنعرفه بعد الفاصل. انا بدأوا بيا الحقيقه بالاسئله فالموضوع كان مخيف شويه بس انا غالبا ما كنتش سريعه كفايه على البازر فنورهان كانت اسرع مني. دي كانت حلاوه البدايات بس خلاص انتهينا عند البدايات. السؤال كان بالنسبة لي مفاجئ شوية بس إن شاء الله نعوض في اللي جاي. يعني أنا مبسوط إن إحنا لغاية دلوقتي النقط عندنا أعلى وناويين إن شاء الله نكمل بنفس البيس ده. حبستلكوا الرجالة
عشان ناخد راحتنا وما تبقوش قلقانين من حاجه. تمام كده؟ بس مش هنطول حبستهم كتير يعني ما تقلقوش. ضربه البدايه حسمها فريق شهير وساره وحصلوا على 20 نقطه، اما كريم ونورهان لسه واقفين عند 5. دلوقتي هنبتدي التحدي التاني، الفقره دي كلها حيره وانت فيها عارف ومش عارف. زي ما حضراتكم شايفين التحدي ده الرجاله مش موجودين معانا، الهوانم بس هما اللي موجودين. ما تخافوش الرجاله موجوده بس في غرف العزل. شهير بخ تمام شكرا كريم لا خلاص بقى سيبيه في حاله بقى، هو دلوقتي عايش هما عايشين في امازيكا في الخيال. هسال كل فريق 3 اسئله سريعه ومطلوب منكم تجاوبوا على سؤالي في 10 ثواني، وبعد كده هنعيد نفس السؤال على الرجاله وهم قاعدين في مكانهم عشان نشوف في تطابق ما بين الراجل والست. هتكون بخمس نقط، الفقره دي مجموعها 15 نقطه. ساره جاهزه؟ جاهزه جاهزه. نبتدي التحدي. وطبعا البدايه من عندك يا ساره عشان انتوا اللي كسبتوا ضربه البدايه. هسالك سؤال وتجاوبي عليه وبعد كده هنشوف التطابق. اوكي. شهير قبل الجواز كان بيحب قعده العيله، قعده اصحابه الولاد، ولا قعده اصحابه البنات؟ قعده اصحابه البنات. انها الصدمه صراحة. انها الصدمه وبكل اريحيه بتقولها في وشي. اهنيكي على روحك الرياضيه جدا. طيب بنطلب دلوقتي من مهندس الصوت انه يفتح لنا الصوت عند شهير. أنا يا شهير باشا انا دلوقتي سامع. اخبارك ايه؟ الحمد لله. انا بس شفت انت كنت مصدوم من شويه فانا مش عارف انا كنت حصل. مصدوم دخل في وشي قطر. يا ايه انا لقيت نور، كنت فاكر ان في النور ده هلاقي بعد كده السعاده، اتاري ان النور ده في اتوبيس جاي ودخل فيا. دي ساره دي ساره. فربنا يستر. هو ايه اللي حصل؟ هنعرف دلوقتي. خير هو حصل خير ان شاء الله. خير ان شاء الله خير. هسالك سؤال لسه ساله لساره ويا رب اجاباتكم تبقى متطابقه. قبل الجواز كنت بتحب قعده العيله ولا قعده اصحابك الولاد ولا قعده اصحابك البنات؟ صحابي البنات. برافو. ايه الجمال ده؟ ايه رايك؟ ايه التسامح والتصالح ده؟ يعني ازواج معاصرين. ربنا يستر عليكم. لا لا احنا الحمد لله. طب والموضوع ده مكمل معاك يا شيكو ولا طبعًا بكلم؟ طبعا لا في تسامح في تسامح. اوكي. وفي ثقه. في ثقة. في ثقة. انا شايف في ثقة بس انا خايف يبقى في بعد كده شوم. لا 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 ثقة وتسامح وكله زي الفل. كده معاكوا اول خمس نقط في الفقرة دي. جاهزة يا نورهان؟ جاهزة جاهزة يا حاجة. اقطعوا الصوت عن غرف الرجالة. ايه الاخبار؟ تمام. طبعا انت شفتي غشيتي بس اداكي خبرة شوية. طب انت جاهزة؟ جاهزة. يلا نبتدي مع نورهان التحدي. نوع الأكل المفضل الحادق ولا الحلو ولا الحار؟ لا الحادق وهو كله بس مفيش هتختاري اختيار واحد فقط. لا الحار بس بياكل كل حاجة. الله أكبر. بالهنا والشفا بالهنا والشفا. دي كمان مش عايزاه ياكل اللي هو عايزه. طيب افتحوا لنا الصوت بقى. لا ده انت فايتك كتير. انا حاسس. حاسس صح. لا بصي لي بقى يا نورهان بعد اذنك مالكيش دعوه بيه خالص. اوكي ماشي. يلا يا كريم. يلا بينا. السؤال بيقول نوع الاكل المفضل اللي انت بتحبه الحادق ولا الحلو ولا الحار؟ وانا بحبه كله. هي قالت كده ماشي بس احنا لازم تختار اجابه واحده عشان تبقى متطابق. الحار. برافو برافو برافو. عارفين بعض قاعدين مع بعض في بيت واحد. برافو. غريب. كده انا صدقت ان انتوا متجوزين من غير ما اشوف القسيمه. يعني زي ما تكونوا متجوزين ما شاء الله. النتيجه كده 25 ساره وشهير و10 كريم ونورهان. بس لسه التحدي ما خلصش ولسه في اسئله ثانيه وناخد التحدي اللي بعده. زي ما ساره معودانا على الصراحه والتفاني مع شريك حياتها نتاكد الاول ان هما مش سامعين بعض. شهير سامعني؟ ده انت في دنيا تانيه. طيب جاهزه للسؤال التاني؟ جاهزه. السؤال التاني
ايه المطرب اللي بيحب يسمعه؟ هل هو عمرو دياب ولا محمد حمائي ولا تامر حسني؟ واحد منهم. واحد منهم يبقى عمرو دياب. احنا بنطلب صوتنا يوصل للاستاذ شهير. ايوه سامعني يا استاذ شهير؟ دلوقتي سامع. احنا سالنا ساره ايه المطرب اللي انت بتحب تسمعه اكتر واحد؟ هل هو عمرو دياب ولا محمد حمائي ولا تامر حسني؟ ولازم تختار واحد. لازم واحد من الثلاثه دول. عمرو دياب. برافو. هو ده هو ده هو ده هو ده هو ده. انتوا جايين تاخدوا الشقه وماشيين صح؟ يعني لو ينفع النهارده. لا يا الموضوع مش سهل. لا يعني لو عايز الشقه لازم تشقى. شقه والشاليه. الشقه والشاليه الاثنين. عايزين ناسس حياتنا. ما تاخد مفتاح عربيتي لو معاك كمان. لو عربيه على فكره يبقى يا ريت، لان عارفين على الصوت برضه ظلموها. نقطع الصوت عن الغرف تاني ونروح عند الاستاذه نورهان. هنا في 30 وهنا في 10. انا عايزك تشد حيلك شويه. جاهزه؟ جاهزه. السؤال التاني، قبل الجواز كان معظم اصحابه ولاد ولا بنات ولا الاثنين؟ الاثنين. الاثنين. عائل. طيب نفتح الصوت. بخاف من الثقه اللي هي فيها والله. دي اللي هتدخلك الشقه. انت سمعت احنا قلنا ايه؟ لا والله بس بتحاول. هي اول يعني حضرتك اول طول السؤال بلاقي بتدوس. بتحاول توصل لحاجه. طب احنا قلنا لها ايه؟ معرفش والله. والله ما اعرف. كيمو شهير قاعد. بص ما يغركش سكوتو ده، ده وحش. طيب السؤال لكيمو، قبل الجواز كان معظم اصحابك ولاد ولا بنات ولا الاثنين؟ انت قلت ايه؟ ما تبصلوش. عاوز اجابه حالا، قدامك 5 ثواني. نورهان سيبيها نورهان. انا سايباها والله. هو الاثنين بصراحه. الاثنين. برافو 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 برافو. بصراحه يعني انا مبسوط جدا ان في صراحه وشفافيه في البيوت، وفي تطابق هنا وفي تطابق هنا. يعني انتوا برضو عندكم نفس الموضوع ولا الكابلز دول بس؟ ربنا يستر. طيب دلوقتي احنا معانا عند ساره 30 وعند نورهان وكيمو 15. هنكمل التحدي ونشوف هنقدر نوصل لبعض ولا في فريق هيعدي التاني. جاهزين للتحدي اللي بعده؟ جاهزين. التحدي التالت والسؤال هنا عند الأستاذة سارة، بيخاف من إيه أكتر حاجة؟ الفار ولا الصرصار ولا العنكبوت النونو؟ صراحة مش عارفة بس تيك تاك. الفار. الفار تهيألي يعني. طيب بنطلب فتح الصوت عند الأستاذ شهير. أنا شفتها داست بسرعة. إيه؟ شفتها داست بسرعة. أما عارفة كل حاجة عنها. أنا عجباني السؤال. ده أنت حكي لها علاقتك الغرامية قبل الجواز. يعني ما لازم هتدوس بسرعة. أنا خايف هي بعد كده تدوس عليك. هو السؤال إيه؟ يعني كتر الصراحة دي خطر. الله. طيب إحنا سألنا الأستاذة سارة إيه أكتر حاجة أنت بتخاف منها؟ يا ترى الفار ولا الصرصار ولا العنكبوت النونو؟ هو الحقيقة ولا واحد من الثلاثة؟ الأقرب. الفار. إيه ده؟ برافو برافو برافو. استنى خليني معاه خليني معاه. اصطدت فار قبل كده؟ لا بس ما اتحطتش في الموقف يعني. يعني أنت مثلا معلش يعني دايما دايما الراجل هو اللي بيجري ورا الصراصير في البيت، ودي حاجة معروفة. ده معايا. تمام؟ لو لقيت فار وجات قالت لك في فار، هتروح تحجزه في اوتيل ولا هتعمله ايه؟ هنروح بقى الشقة اللي هنكسبها دلوقتي. أنت فاكر هتاخد الشقة معاك وأنت ماشي؟ يلا يلا. لا شهير خليك واقعي. دلوقتي في فار في البيت. بتصحيك بتقول لك أنا شفت فار في البيت. هننزل. هننزل؟ حلال عليه الشقة بقى. يعيش حياته بقى يكمل هو هناك. بس أنا ممكن أقول لك أنا الحاجة اللي فعلاً بخاف منها إيه؟ إيه؟ أكتر حاجة بخاف منها. أقول لك أنا؟ الطيور. الإيه؟ الطيور. الطيور؟ صاحية وميتة. طب وأنت إيه اللي طلعك عندهم؟ لا هم بيجوا تحت. بيجوا تحت؟ أيوه تبقى ماشي تلاقي صار. حاجات. كنت هتقولي إيه يا سارة؟ تقول الطيور. بجد؟ يعني مفيش عصفورة كده تعيش معاكم في البيت؟ ده بيفضحني في الشارع. مفيش عصافير. طيب نقطع الصوت عن الغرف ونرجع شهير تاني للبابل اللي هو قاعد فيه ونروح عند الأستاذة نورهان ونقول لك آخر سؤال في المجموعة عندك.
ان شاء الله باذن الله ربنا يوفقك ان شاء الله. لعبته المفضله على الموبايل، هل هي كاندي كراش ولا بابجي ولا بوكيت استيميشن؟ اختاري الاقرب. بابجي. اوكي زمان. تمام يعني قبل ما نتجوز. المره دي شكلك واثقه. دلوقتي بلاي ستيشن. ماشي. طيب بس على الموبايل اللي انت قلتيه لي، علشان هو قاعد بيحاول يقرا انا هقول ايه، بس انا هجننه. ماشي انا هجننه. طيب ادوني الصوت، اديني رمضان. ادوني الصوت، ادوني كريم. ايوه انا سامع. ايه يا كيمو سامعني كده؟ سامع. طيب احنا سالنا مدام نورهان ايه لعبتك المفضله على الموبايل، هل هي الكاندي كراش ولا الببجي ولا البوكيت استيميشن؟ ببجي. هي دي العلاقات الناجحه. برافو برافو برافو. وزي ما انتم شايفين نتيجه التحديات لغايه دلوقتي عند ساره وشهير 35 وعند نورهان وكيمو 20، التحدي لسه مكمل والمباراه سخنه. هل نورهان وكيمو اللي عمال يتاوب جوه ده وغرب ينام هيقدر يكمل ويطلع يوصل للسكور ده، ولا ساره وشهير راكبين الصاروخ وهيطلعوا؟ التحدي على شقه العمر لسه مكمل. هنروح للتحدي الثالث، واحب اقول لكم بما ان الصمت لغه العظماء، عشان كده التحدي اللي جاي بدون كلام. الفقرة دي دمها خفيف عشان بتبقى هادية، تمثيل وبس. مجموع نقط التحدي دوت 15 نقطة، كل جولة بخمسة، كل واحد من الفريق هيلعب جولة، الزوج جولة والزوجة جولة والعزول كمان جولة. الصندوق اللي قدامكم دوت فيه 9 خانات، كل خانة فيها ظرف، يا إما يطلع في حظك مسلسلات أو أفلام أو مسرحيات، أنت بقى ونصيبك، هتختار الظرف اللي يعجبك ومعاك 45 ثانية عشان تعرف إجابة السؤال. بفكركم كمان إن أي مساعدة من الجمهور المسابقة بتتلغي. لو حركت شفايفك أو حاولت تتكلم ببقك أو تستخدم أي وسيلة من وسائل الغش بتخسر ال5 نقط، وفي أكتر من 180 ألف مليون كاميرا بتصوركوا. إحنا كأنكوا في ماتش وعندنا الفار جوه وكنترول لكل اللي بيحصل ده. جاهزين؟ جاهزين. نبتدي التحدي الأول. يلا بينا بقى عشان أنت رامي كل حاجة على الستات اللي جايبهم معاك. هم بصراحة شاطرين قوي. هم بصراحة شاطرين. الدور شهير. الصندوق اللي قدامك فيه 9 خانات، هتسمي الله كده وتاخد ظرف هقراه انا وانت، ونروح للهوانم اللي قاعدين دول وبيبصوا لك بكل حب علشان نمثل لهم. يلا يلا طب. بينا اختار. انا بحب رقم 5. اوكي تعالى بقى. ماشي. بتحب انت رقم 5؟ بحب رقم 5 جدا. عشان الحسد وبثق فيه. عشان الحسد. فيفي عبده. فيفي عبده. ماشي. تخاف من الحسد؟ ها لا 5 مو. طب خلي بالك عشان الحسد ملك الغابه. ايه ده ليه كده؟ بس حلو حلو بس ما تقولهاش تاني من فضلك. اوكي تمام ماشي. اوكي يلا على نص المسرح بعد اذنك. بمجرد ما بقول لك ابتدي في كاونتر بيعد 45 ثانيه. هم اللي بيدوسوا ولا انا هدوس؟ انت اللي بتدوس. انت هتروح وهتدوس. بطلب من جمهورنا التزام الصمت والهدوء عشان زميلنا هيأدي مشهد تمثيلي، ويا رب الهوانم يعرفوه. نبتدي التحدي. مسرحيه جديده من كلمتين. اول كلمه تاني كلمه كده. اوكي على دي. برافو 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 برافو. لا الموضوع صعب. لا الموضوع صعب. 40 خفيفة منورة الشباك. خير الحمد لله. مفيش حتة غيرة غل كده. لا لا خالص. لا لا بجد؟ طيب هما يجيبوه إن شاء الله. يجيبوه إن شاء الله. تعالى يا كريم. يلا يا كيم. يلا أنا هاخد رقم 9. 9؟ يلا تعالى جنبي كده. أوكي. إشمعنى 9؟ تاريخ ميلادي. بجد؟ يس. اوكي بس بقى خلاص. ايه طب تاني معلش سوري. ايه ده؟ تاني ايه ده؟ معلش بجد؟ احلف. اوكي سهلة سهلة ومش مستاهلة. اوكي أول ما أقول لك لا استنى أنت رايح فين؟ ماشي
يلا اول ما اقول لك ابتدي هنبتدي. جاهز؟ جاهز. يلا نبدا. مسرحيه. كم كلمه؟ كلمتين. اخرس. ابكم. ساكت. اصمت. اسكت. صمت. دي الكلمه الاولى ولا الثانيه؟ كلمتين صح؟ اول كلمه. طب اول كلمه ايه؟ في حاجه في النص؟ في حاجه في النص؟ ايه بقى؟ ايه في النص؟ ايه اللي في النص؟ و على و و و, و ماشي. الاولى ايه بقى؟ موزه. المراه. المراه والم... الست. ست. المراه. اتنين واحد. الست. الخ... ايه بقى هو؟ مسرحية ريا وسكينة. استنى انت لو رحت هنا هتتقطع. لا دي صعبة. انت لو رحت هنا هتتقطع. صعبة بجد. كاريكا بيقتلوهم. ايوه بيعمل كده. بيقتلوهم كده. اعمل كده. بيقتلوهم كده ازاي؟ انت كنت معايا. هو كان بيكتب نفسه. انت كنت معايا. انا بموت. اتفضل يا كيمو. اتفضل. اتفضل يا كيمو. ربنا يسترها عليك يا حبيبي. أنا ما يعني رانيا وسكينة ومشاور على سكينة. أيوة يعني مش ممكن. هتبقى أصعب. مفيش أي إبداعية خالص. معلش بس على فكرة لسه قدامنا فرص، والراجل اللي جنبك ده في إيده درجات كتيرة ممكن ينقذك بيها. على خير إن شاء الله. منور يا أسطورة. الله يخليك. سارة. أيوة. إدونا سارة. ليه اتنين؟ مش عارفه بحبه. جايه جاهزه في اتنين. طب يعني اتنين ده بيمثلك حاجه خالص؟ مفيش اي حاجه خالص. بس بحبه. اوكي. ماشي يلا بهدوء كده وعلى نص الستيج. اوكي. من غير ما تحركي شفايفك عشان انا شايفك. ده فجع. جاهزه يا ساره؟ جاهزه. يلا نبتدي التحدي. سلسل. كلمتين. الأولى. الأولى. قديم ولا جديد؟ مش مشكلة. قديم. نائم. نائم. نائما بالليل. الليل. الليل. و. و... أخره. أخره. تعالي تعالي دوس تعالي دوس. مش فاكر. أعود وكل حسرة وألم لما بص شمالي وكل سعادة لما بص يميني. بس إحنا لازم ندي طاقات إيجابية لفريق كريم وفريق نورهان وعبد الله، وأنا عايز أحييكوا برضو عشان أديكوا طاقة إيجابية. لسه في أمل ولسه في شوية نور. إدونا نورهان. استني يا نورهان استني بس. دلوقتي المسؤولية كبيرة. بصي يعني موضوع صعب. هنركز هنسمي الله عشان الفرق ما يزيدش عن كده. نختار ظرف ونشوفه سوا. اختارت رقم 3. هل تمام؟ يلا. معانا 45 ثانية ونبتدي التحدي. اوكي. مسرحيه. مسرحيه. كلمتين. ماشي. الكلمه الاولى. اوكي. الثانيه. من. أوكي. من الف ولام. يس. العيال. اطفال. الاطفال. السباحين. الاولى. الثانيه. الاولى. اكتب. كتابه. مدرس. علم. مدرس. مدرس. مشاغبين. برافو 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 برافو. اخيرا 5 نقط و25 و45 55. الله اكبر. بس برضو الستات عندهم التاتش كده اللي احنا كرجاله ساعات بنفشل فيه. بنشكرك يا نورهان على ال5 نقط الجمال وبنحييكي. انت فريقك كله ستات. انت جاي تلعب على الحصان. شاطرين قوي. شاطرين قوي مش كده؟ دلوقتي 45 مع 25 ادونا دينا. السلام عليكم. وعليكم السلام. سفول. عمر يا باشا. 8. يلا.
طيب الرقم ده بيمثل لك حاجه؟ لا بصراحه كنت محتاره بين 3 و8 ونوريان خدت 3 فخدت 8. اوكي. انت على فكره ما يتخافش عليكوا. لو طلعوا لكم تنين هتسدوا معاه. بصي بقى اول ما هنقول هنبتدي التحدي معانا 45 ثانيه وما تنسيش تدوسي على الزرار. اوكي. نبتدي التحدي. فيلم نص نص كلمتين الاولى قلب حب حب البنات. لا كده كتير. لا كده كتير. ايه بقى؟ لا لا كده كتير. ايه بقى؟ بقول لك ايه، تعالى يا شهير، تعالى الشقة، تعالى 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 يا شهير، تعالى يا شهير، تعالى يا شهير، تعالى بقدم البرنامج، خلصنا بقى، تعالى بقدم البرنامج والله العظيم يا شهير. كده كتير، كده كتير. مساء الخير. ايه الشطارة دي؟ برافو. هو غالبا مش جاي ياخد الشقه، هو جاي ياخد مكان المذيع. ممكن اديله عبد الله. ايه؟ انا عايز اقول لكم ان لسه في امل يا اولاد. انا مش شايف امل. اه يعني بس هو لسه في امل، لسه في امل. على فكره المخرج بتاعي بيسلم عليك يا عبد الله وبيقول لك لسه في امل. التحدي الثالث لفريق كريم ونورهان، الدور عبد الله. يلا يا بوك. شايف المزيكا مؤثرة. ماشي. بوجي يا بوجي. بتاعتي. اختار رقم. تعالى جنبي. واحد. واحد بيمثل لك حاجة؟ بيمثل لنا كلنا بصراحة يعني. يا بوجي في ايه مالك؟ ده جت في نص دماغي. قلبي معاك يا حبيبي. خلاص يا بودي، يعني انت لما يعني في مثل بيتقال مش قادر اقوله الصراحه. احنا استنى بقى يا بودي، استنى يا حبيبي. احنا الاول بنرحب ببودي وعايزين نديك شويه طاقه ايجابيه. حاول تفكر في كلوز او كده، حاجات يعني فكره تجيلك في التمثيل، وانا عارف ان الطاقه دي محتاجه يعني باور كده. ركز ان شاء الله وتنقذهم باذن الله عشان تروح معاهم على البيت، ما يسيبوكش هنا. يلا من اول ما اقول هنبتدي التحدي معاكم 45 ثانيه معانا عبد الله ونقول نبتدي التحدي. فيلم كلمتين الاولى ارض النبات حشائش بيزرع صياد صياد البحر بير 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 الخوف بير الحنمان. الحمد لله. احنا ليه حاسين صوابك يا ايه ده بجد؟ احنا عايزين كروت. كانت فين الشطاره دي من الاول؟ مش عارف. بس عشان الاضواء. برافو عليك يا بوتش. برافو يا بوتش. هي صعبة قوي. صعبة قوي. كويس ان هو. والنتيجة بعد الثلاث تحديات 50-30. أنا مبسوط بيكم. وأنا عشمان ياخد أجازة شوية. وأنا كمان عشمان إن احنا نطلع فاصل عشان نرجع بتحديات جديدة في برنامج تحدي احنا لغايه دلوقتي ماشيين كويس جدا، ودرجه الحماس عندنا بتزيد، وناويين نكمل بنفس البيس ده. انا مبسوطه ان احنا اتليست في الفقره الثانيه طلعنا ان احنا عارفين بعض بجد، اتاكدنا الحمد لله، ودينا هي اللي شايلانا الصراحه في الجزء الثالث. انا يعني الحقيقه مبسوطه بكل السنين اللي ضيعتها بتفرج على التلفزيون، فمعلوماتي طلعت كويسه. هو بس الحظ ما كانش معانا، الحاجات اللي جات لنا كانت صعبه قوي، سواء المسرحيه او الفيلم حتى اللي انا جاوبت عليه كان صعب قوي، بس ان شاء الله هنعوض في اللي جاي. لا احنا تمام، يعني عبد الله اشتغل كويس. خلاص معك اللي فات فات، ان شاء الله هنعوض وكله يبقى تمام واللي جاي احسن. هي الفقره الجايه بتاعتي، لو ما كسبناش الفقره الجايه يبقى في كلام تاني. مباراة سخنة مولعة، نتائج قربت من بعض شوية وبعدت عن بعض شوية 50-30، بس أنا شايف إن لسه في أمل. أنتوا معايا ولا إيه؟ الناس أنواع، بس اللي داخل ما بين اتنين بنقول عليه
العزول. العزول المتسابقين اختاروه بنفسهم هو معايا هنا، هم في غرفة العزل وهو قدامي. هنسأل ثلاث أسئلة وارجع أسألهم نفس الأسئلة ونشوف تطابق الإجابات، وكل إجابة صحيحة بخمس نقط. مجموع النقط في التحدي ده 15. لما نشوف عزولكم هيكسبكم ولا لأ. ادونا دينا وادونا عبد الله ونشجعهم كلنا. يلا بودي دينا، زي ما قلت احنا هنسألكم أسئلة وبعد كده نطابق الإجابات معاهم ونشوف هتنجحوهم ولا هتغرقوهم. ننجحهم إن شاء الله. عبد الله ركزي، عبد الله دينا ركزي معايا. حاضر. وطبعا عشان انتوا ابتديتوا بضربة البداية وكسبتوها هنبتدي السؤال من عند دينا. جاهزة؟ جاهزة. السؤال عند دينا. أول سؤال من الثلاثة بيقول: لو مراته تعبانة ومش قادرة تطبخ، واحد هيكلم مامته تطبخ، اتنين هيكلم مامتها تطبخ، هيكلم صاحبته تطبخ، ولا هيكلمك يا دينا تيجي تطبخي واحتمال تسيقي البيت؟ رن. هيكلم مامته تطبخ. طب دوسي على البزر، دوسة جامدة. طيب دلوقتي وصلونا بالكابل السعيد. ربنا يستر. سلام عليكم. صباح الفل. معلش تاخرنا عليكم شويه. لا لا على انتوا بتعملوا ايه جوه؟ مستنيين. انا شايفك مسكت ايديها شويه كده. لا والله كنت مشوش. لا 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 يعني اعتبرها زي مراتك مفيش مشكله. بس التلفزيون يعني. تلفزيون؟ لا لا خد راحتك، احنا اجرأ قناه في مصر. انا مش بالجرأه دي. بس ما تاخدش راحتك قوي يعني. انا مش بالجرأه دي. طيب احنا سالنا دينا وقلنا لها لو مراتك تعبانه ومش قادره تطبخ هتكلم مامتك علشان تطبخ، ولا هتكلم مامتها علشان تطبخ، ولا هتكلم صاحبتك اللي كانت في السؤال اللي قبل اللي فات علشان تطبخ وتجيب لك الاكل، ولا هتكلم دينا تيجي تطبخ وتسيق؟ في العاده يعني ايه اللي بيحصل؟ هكلم مامتي. هتكلم مامتك. برافو عليك، الاجابه متطابقه. شاطره. انا هروح الشاليه معاهم اصلي ف عايزين نكسب. ماشي بوجي. الموضوع بقى صعب يا عبد الله. طيب نبتدي سؤالنا لعبد الله ونقول: الكلمه اللي بتخلي كريم يبقى مرتبك، بحبك يا فاشل، وحشتني كذاب. الوقت هيخلص، الوقت هيخلص، لازم تدوس. كذاب. تضحكوا على ايه؟ هو لسه قال حاجه مش عارف فيها يا جماعه. ماشي انت قلت، انا مش عايز اقول تاني عشان هو بص في اربع عيون مركزين في بقي. يعني عايزين يقروا اي حاجه. طيب نفتح الصوت. السلام عليكم. عليكم السلام. سامعيني؟ تمام. انا شايفكم قاعدين على المرجيحه. انا حاسس انتوا قاعدين في البلكونه. نحاول نتبسط. ماشي. وكنت شايف نورهان بتعمل لك شاي وتقطف فيه نعناع وكده، وقعده كانت لطيفه قوي. مبسوطين؟ انت ممكن تكمل الحلقه وانتوا جوه. انا حاسس. وبعدين انا مطمن على نورهان عشان قاعده على كرسي والبيبي ما يتعبهاش. انا مبسوطه. طيب احنا كنا سالنا عبد الله، كنا سالنا عبد الله وقلنا له ايه الكلمه اللي تخلي كريم بيبقى مرتبك، بحبك يا فاشل، وحشتني يا كذاب، يا فاشل يا كذاب. الإجابة الكلمة لو من نور يعني؟ الكلمة اللي ما بتتقالك بتخليك مرتبك. يا فاشل. لا عامة. إيه بحبك؟ يا كذاب. إيه بحبك؟ مالها بحبك؟ حلوة بحبك. مالها؟ مالها بحبك؟ يا كذاب. هو عبد الله جاوب أوريدي صح؟ عبد الله جاوب. طب بص، أنا بقول يا كذاب. إيه؟ يا كذاب. أو يا فاشل. يا كذاب. عشان هو يختار. شكرا يا كريم. جت كده. بتوتر لما حد يقول لي كده فعلا. شكرا يا عبد الله. ومعانا دينا في السؤال الثاني. بصي بقى
انا احترت فيكي. انت في حاطه اي اجهزه تسمم معاهم؟ انا اخلي حد يفتشك. محيران يا دينا محيران. لا لا ماشي. السؤال بيقول شخص شهير مش بيحب يشوفه. واحد صاحب خزله، اتنين اول حبيبه، ثلاثة مديره في الشغل، أربعة البواب. ممكن تعيدهم تاني؟ خلاص إجابتك شخص خزله. طيب افتحوا لنا الصوت هناك في كوخ الأحبة الأحمر ده. الكوخ ده السلام عليكم. صباح الفل. أهلا وسهلا. في عصافير عندك ولا الدنيا أمان؟ لا 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 مفيش أي عصافير ولا أي تنانين. ما كنتش هتلاقيني أنا. طيب أنا من شوية سألت دينا قلت لها شخص أنت مش بتحب تشوفه، هل هو صاحب خزلك ولا أول حبيبة اللي كانت في السؤال اللي قبل اللي قبل اللي قبل اللي فات، ولا مديرك في الشغل، ولا البواب؟ اللي يسحب وده تاني ناخد أول الإجابة بسرعة معانا. صاحب خزلك. صاحب خزلك. صراحة برافو عليكم. ايه عيلة مقربة صراحة. اخويا انا خايف يعني الكاونت ده ينفجر من كتر الارقام. هو كام؟ مش مشكلة اما تطلع هقول لك. هنا بقى 60، هنا بقى 35، ولسه في امل. مع عبد الله في السؤال والتحدي الجديد. اول قصة حب لكريم كانت بنت الجيران، ولا زميل الدراسة، ولا قريبته، ولا مراته؟ ركز يا عبد الله، دول خمس نقط. زميل الدراسة. طب انت مالك بتقولها بكل ثقة كده؟ انا جت معاك. ها انت خايف تخرب عليهم ولا ايه؟ بص نورهان، بص مطلعه كل حواجبها وحواسها، بس هي هتعرف دلوقتي. انا مش عارف والله. طيب افتحوا لنا الصوت عند نورهان. سلام عليكم يا حاج نورهان. وعليكم السلام. اخبارك ايه؟ طيب. ان شاء الله تكوني بخير. طيب. مش عارف بعد السؤال ده ايه اللي هيحصل. طيب احنا سالنا عبد الله اول قصه حب الكريم كانت بنت الجيران، ولا زميلته في الدراسه، ولا قريبته، ولا حضرتك؟ زميلته في الدراسه. انا حاكم، انا قايل ده ربنا سهله ما عنديش حاجه اخبيها. انت شكلك معترف. انت مخلص نفسك. وهي مش سهله فلازم اقول. انت مخلص نفسك بدري بالظبط. على العموم الصدق هنا نجاك واداك خمس نقط. ماشي على الله. ماشي على الله. النتيجه 60-40 وفي امل. ومعانا دينا في سؤال جديد ونقول ايه اكتر الواجبات المنزليه اللي بيشارك فيها مع مراته؟ غسيل الاطباق، ولا بينزل يشتري الخضار، ولا بينظف السجاد، ولا بيطبخ؟ بيطبخ. هنشوف دلوقتي. افتحوا لنا بقى الصوت. انا شايف دي جاوبت بسرعه. جاوبت بسرعه قوي الصراحه. ما تبصيش، خليك لسه هخصم الخمس نقط. دينا ارجوكي. احنا سالنا دينا اللي عارفه كل حاجه تقريبا، يعني عارفه كل حاجه عن الحياه. قلنا لها ايه اكتر الواجبات المنزليه اللي انت بتشارك فيها مراتك؟ هل غسيل الاطباق، ولا شراء الخضار، ولا تنظيف السجاد، ولا بتطبخ؟ غسيل الاطباق. يا طب طبخ. ايه يا دينا؟ ايه يا دينا؟ يبقى الطبخ. لا خلاص بقى. خلاص بقى. اصل هما بيجوا ورا بعض. خلاص. معلش. مع انك لسه قايل ان انت اللي هتطبخ. بس بغسل اطباق اكتر. بتعمل ايه؟ بغسل اطباق اكتر. كنت انت عندك فرصه تسافر بره على فكره. عندك فرصه. دي نوع من المديتيشن. مديتيشن؟ غسيليشن اطباقيشن. اوكي. للاسف. خسرت الجولة ديت وخسرت خمس نقط، بس دينا كسبتك كتير. صراحة يتغفر لها. فرحين. فلاينج كيس بقى لدينا. فلاينج كيس لدينا. 10 من 15 مش وحش يعني. يعني مش مشكلة، على فكرة كنت محتارة بينهم. بودي. اجهز يا عبد الله علشان خاطر في فرصة كبيرة. ونروح لعبد الله ونسأله.
أكتر صفة بيكرهها في غيره طبعا كريم، الكذب ولا الخيانة ولا السرقة ولا التنمر؟ تنمر. تأكد. افتح لي الصوت بقى عن الناس اللي في الكشك دي. سلام عليكم. عليكم. في حاجة ساعة؟ أخباركم إيه؟ كله تمام. طيب إحنا سألنا عبد الله اللي يا رب إجاباته تبقى متطابقة معاكم، وقلنا له أكتر صفة أنت بتكرهها في غيرك، الكذب ولا الخيانة ولا السرقة ولا التنمر؟ التنمر لا. وأنا بكرههم كلهم عمتاً. أنا عارف إن أنت بتكرههم يا أبو قلب حنين. إديني واحدة. كذب أو خيانة؟ الخيانة. كذب. هو أنتوا حالفين ما تكسبوش؟ لا الكذب الكذب. خلاص بقى وإحنا بننقي. أنا قلت الكذب. وهي أساساً مش الكذب، هو ما قالش الكذب. أمال قال إيه؟ التنمر. يا سلام. ده هاتلو على الأقل. دي محموقة قوي كده ليه يعني؟ هو متنمر ولا ايه؟ جدا بجد. يا عبد الله متنمر اساسا؟ انا وهو جاي اعترف عليك. طلعك كويس والله. تحدي الازواج على الشقه بقى جامد جامد في الفرقتين، بعد اربع مسابقات بقت النتيجه النهائيه 60-40. التحديات لسه مكمله، بس هنكمل تحديات اكتر بعد الفاصل. احنا الفقره اللي فاتت الحمد لله ان احنا جبنا دينا معانا، لان هي طلعت فعلا تعرف كل حاجه عننا، والحمد لله شلتنا شيله حلوه جدا يعني. طبعا دينا عارفين اكتر من اي حد، حصل لنا يمكن وعكة بسيطة بس هنقوم منها. الفقرة اللي فاتت كنت بتسأل أسئلة عنهم، فعني الحمد لله طلعت نوعا ما عارفاهم، بس في سؤال جاوبته غلط، بس يعني كانت تمام. مش عارفة هو وكريم أصلا متنمرين، فمش عارفة هو جاوب إزاي حوار إن كريم بيكره التنمر ده، بس إن شاء الله هنعوض في البوينتس اللي جاية. لا هو عبد الله النهاردة كان تقريبا جاي يلعب ضدي، ما كانش جاي يلعب معايا خالص، بعيدا عن البوينتس اللي طلعها مننا أو خسرها لنا، بس هو جاب لنا كذا بوينت فأنا مسامحه. وإن شاء الله نعوض في اللي جاي. لا كريم حبيبي، بس هي الدنيا ماشية عكسنا، بس إن شاء الله خير، اللي جاي أحلى. شقة شقة شقة. التحدي ده اسمه في ظهر بعض. المتسابقين اللي معانا واقفين هنا ظهرهم لظهر بعض، قدام كل واحد فيهم ثلاث زراير. هسألهم سؤالين لكل فريق، كل إجابة صح بخمس نقط لكل لاعب، يعني مجموع النقط في الجولة الواحدة ليهم هم التلاتة 15 نقطة، ومجموع الجولتين 30. يا ترى مين اللي هياخدهم؟ جاهزين؟ جاهزين. يلا نبتدي. وطبعا هنبتدي بمجموعة سارة وشهير ودينا. السؤال بيقول: في أي مدينة مصرية تقع جزيرة ألفنتين؟ بورسعيد، أسوان، الأقصر؟ هما التلاتة استقروا على أسوان، والإجابة دي فعلاً فعلاً صحيحة. عليكم، برافو عليكم كده. أول جولة واخد معاك 75 نقطة، برافو. طيب نغير الأماكن. فريق كريم ونورهان وعبد الله اللي جاي يساعد، سؤالهم بيقول: في أي محافظة مصرية تقع قرية تونس؟ الاختيار الأول المنيا، الشرقية، الفيوم. انتوا الثلاثة اتفقتوا على الإجابة الصحيحة. ايوه ده ايوه. 75-55 وهنفضل مكملين. ممكن نغير أماكننا؟
والسؤال لفريق شهير وسارة ودينا، والسؤال بيقول من هو الممثل الذي لعب دور سيف العربي في مسلسل هجمة مرتدة؟ هشام سليم، نضال الشافعي، ولا أحمد عز؟ التلاتة اتفقوا على أحمد عز، والإجابة فعلاً مظبوطة. يلا نغير. ودلوقتي السؤال لفريق كريم ونورهان وعبد الله، والسؤال بيقول من هو مخرج فيلم مرجان أحمد مرجان؟ علي إدريس، عمرو عرفة، وائل إحسان؟ اتفقتوا على إجابة واحدة اللي هي عمرو عرفة، بس للأسف الإجابة غلط. وائل إحسان؟ الإجابة الصح هي علي إدريس. للأسف فريق كريم ونورهان وعبد الله واقف عند 55، وفريق شهير وسارة ودينا سكورهم وصل لغاية 90. بشكرهم جدا جدا، واتمنى يتفضلوا جنبي علشان خاطر ننهي الحلقة. بشكركم جدا، مبروك للفريق الفايز، وهارد لك للفريق اللي ما قدرش يحقق. قدامكم فرصة تانية إن شاء الله في جولات تانية، وإنتوا عايزكم تجهزوا عشان عندكم جولات كتيرة، وزي ما شفنا التحدي في تحدي الأزواج مستمر. بشكركم جدا جدا، دي كانت نهاية الحلقة الأولى، بنوعدكم حلقات تانية جديدة في تحدي في تحدي. هذا البرنامج برعاية